على الجانب الآخر، النهاردة الكابتن الخطيب بيجتمع مع لجنة احتفالية النجمة العشرة وتكريم الأبطال. زي ما حضراتكم سمعتوا دكتور سعد شلبي كان موجود معنا امبارح، كان طبعا في وجود كابتن محمود الخطيب، استعرض اللجنة مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة، ولكن وإن كان هذا سيتعارض نسبيا مع وجود بعض الفرق خارج البلاد مثل فريق كرة اليد الذي شارك في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس بالمغرب. واتفق الكابتن محمود مع اللجنة على تحديد أكثر من موعد يناسب ظروف المكرمين حتى تخرج الاحتفالية بشكل رائع. دكتور سعد شلبي كان موجود، الأستاذ جمال جبر كان موجود، الأستاذ هشام جمال كان موجود للاتفاق على الشكل العام. إن شاء الله أول ما نعرف هنقول لحضراتكم، أو أول ما يتم الإعلان عن هذا الأمر نعلن من خلال شاشة قناة النادي الأهلي إيه اللي هيحصل في هذه الاحتفالية، لأن أنا متأكد أن كل جمهور النادي الأهلي ينتظر الاحتفال والاحتفاء بهؤلاء اللاعبين اللي يستحقوا على الأقل في كرة القدم وبقية الفرق طبعا وبقية الألعاب، يستحقوا بالفعل كل التحية وكل التقدير على المجهودات الكبيرة اللي بذلوها خلال هذا الموسم الرائع.